السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونشاكتشي أنجور، مقر جامعة زاد للدراسات القرآنية. هذا الصرح العلمي الشامل في مجال التفسير والعلوم القرآنية في إندونيسيا. ما شاء الله، هذا مدخل الجامعة، وترون هؤلاء الفتيات المحجبات ما شاء الله الملتزمات بالحجاب كاملا. نعم. وهم يدرسون في الأقسام الخاصة بالبنات، ومثلها أقسام أخرى خاصة بالشباب والرجال. هذا الصرح العلمي الشامخ، وهو جامعة زاد، ليس خاصا بالإندونيسيين فقط، بل يقبل من جميع دول شرق آسيا بما فيها ماليزيا وتايلاند وغيرها من الدول الأخرى. هذا الصرح يستحق الدعم والوقوف معه بتأمين المناهج الدراسية وتأمين بناء الصروح والمباني، وأيضا تقديم المنح الدراسية في الجامعات الإسلامية في الدول الإسلامية، وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية وما جاورها من الدول. لا أستطيع أن أعبر أكثر من هذا، ولكن أقول أسعد الله وبارك في من دعم ووقف مع مثل هذا المشروع الذي أثره ليس آنيا، بل أثره في الأجيال القادمة في رفع مستوى الثقافة والعلم الشرعي في إندونيسيا والدول المجاورة لها. لفت انتباهي مناهج هذه الجامعة، 48 مجلد كلها في علوم القرآن الكريم. ومن بين هذه المجلدات لفت انتباهي هذا المجلد، القرآن تدبر وعمل، من فكرة مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي. قال لي الشيخ عبد الرحمن أن هذا الكتاب يشترونه لأنه مقرر في مناهج جامعتهم، وهذه رسالة أوجهها لمركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي ليدعموا هذه الجامعة بتأمين هذا الكتاب، لأنه مقرر ويدفع فيه مبالغ طائلة. أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى مركز المنهاج. الشيخ عبد الرحمن، نعم، حدثنا عن هذا الكتاب في مناهجكم. طيب، الحمد لله نحن متخصصة في دراسات القرآنية. هذه الكتب كلها متعلقة بالتفسير والقرآن وعلوم القرآن. هذا متى دخل في من ضمن مناهجكم؟ هل من البداية؟ هذا من مستوى الثالث إلى مستوى الثامن. ما شاء الله. نعم، وندرسه كاملا من الفاتحة إلى الناس. ما شاء الله. نعم. وأكرر، هذه رسالة موجهة إلى مركز المنهاج لتأمين هذه الكتب دعما لهذه الجامعة المباركة، وهذه الجامعة تحمل تزكيات من العديد من العلماء والأكاديميين في المملكة العربية السعودية والمتخصصون في التفسير من المزكين لهذه الجامعة كثر. أكثر من 48 مجلد هي مقررات الجامعة، وكلها متعلقة بالتفسير. منها على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن، نعم، هذا كتاب التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار. نعم. وهذا أيضا دراسات في علوم القرآن أستاذ دكتور فهد الرومي. وهذا كتاب قواعد تفسير للدكتور خالد السبت. وهذا مباحث في إعجاز القرآن دكتور مصطفى مسلم. وأيضا الكثير وغيره كثير. وطبعا هذا يعني رئيسي عندنا، المختصر في تفسير القرآن الكريم، هذا ندرسه كاملا من الفاتحة إلى الناس. وهل يأتيكم من هذا النسخ؟ نعم، الحمد لله. الدار من الدار المختصر لتحفيظ. نعم، من دار المختصر لتفسير القرآن الكريم. أيوة. نعم، الحمد لله جاءنا دعم كبير من دار المختصر للطلاب، وأيضا نوزع للمعاهد والمدارس في خارج
جامعة. إذن أنتم من مراكز التوزيع للمختصر. أيوة نعم. أنا مراكز على أساس أنهم قوية. نعم الحمد لله. نتمنى أيضا أن تكون مثل قوة هذه العلاقة. أيوة. دار المختصر مع مركز المنهاج. مركز المنهاج وأيضا سائر الكتب الموجودة يعني. نعم. فمن استطاع كمن استطاع أن يؤمن من هذه الكتب شيء لهذه الجامعة فنسأل الله له الأجر الجزيل. نعم بارك الله فيك.